مرحبا بي ماي جيست، مثل عليكم بحلقه جديده لليوم، واليوم ضيفتنا ماريا زكريا. تنحكي اكثر نحن وياها عن العيله وعن الاولاد وكيف ممكن نتعامل معهم. اهلا وسهلا فيك ماريا. اهلا فيك. كثير عم بحب انه حلقاتنا عم تروح على قلب الناس وعم هيك تحكي شوي قلوبهم وتعطينا فكره كيف ممكن نتصرف باي موضوع ممكن نمرق فيه، ان كان بتفكك العائله، ان كان بالمشاكل اللي عم نعيشها يوميا. واليوم رح نحكي شوي عن دور كل فرد من العائلة، خاصة كيف ممكن نتعامل مع أولادنا. بقى بداية رح نحكي شوي عن العائلة، قديها الرابط لازم يكون قوي، لازم كل واحد يعرف دوره تتكتمل، إذا فينا نقول رسالة كل حدا منا بها العائلة. هي هذه أهم شيء بالإنسان، أنه يعرف هو شو دوره بحياته وشو دوره بعائلته. يعني الباقي يعرف شو دوره، انه كيف يعرف يحيط اولاده، كيف يعرف يهتم فيهم، كيف يعرف انه مش بس اهميته انه يروح يجيب له مصاري يجي صح في دار، لاله يكون صديق لاولاده، خاي لهم بمطرح، يعين مرته من مال تاني، يعرف يسمع لها، يعرف يساعدها، يفهمها. وهي كمان اكيد ودور الام انه هي تهتم باولادها بشغلها وبحياتها، بس كمان اولادها وجوزها لهم لازم يكون لهم حصة كبيرة بحياتها. نعم. والولاد بذات الوقت لازم يعرفوا انه لما يعيشوا بهذا الجو الدافئ بالبيت، لما يكون في تناغم وسلام بين الام والبيت، الولد اكيد رح يكون في عنده شوية هدوء وشوية سلام، ما بعود عنده كتير عصبي، لانه الولد بيتأثر بام وبيه. صح. والولد بيعرف دوره، انه هو لازم عنده واجبات يعملها، انه بده يتعلم، بده ينجح، بده يكون حدا مفيد بالمجتمع، بده يطيع اهله، بده يشارك معهم هالواجبات اللي هن عم يعملوها، ساعتها بتكون عائله متكامله. صحيح. بهالمنطقة. واليوم الاهل هن المثال قدام اولادهم. اكيد. يعني اليوم اذا يمكن ولد بعيط يمكن لانه الام بتعيط، الولد بيضرب لانه الاهل بيضربوه، الولد بيسب لانه يمكن بيسمع حدا بيسب، مش ضروري بس الاهل، هي العائله كلها، يمكن خاله، يمكن العمه، البيئه يلي عايش فيها. اليوم اذا بدنا نحكي عن هالرابط بين الاهل والاولاد، يمكن نحن بننسى اوقات نعيش مع اولادنا، قد ما همنا انه نهتم فيهم، يناموا مزبوط، ياكلوا مزبوط، يلبسوا مزبوط، يتعلموا، ننسى نعيش الرابط المهم بين الاهل والولاد. كيف ممكن نضل هالشي عايش براسنا كل يوم؟ اول شيء بدي اعرف انه ما حمل ابني فوق طاقته، وهي المشكلة كل الامات توقع فيها، انه بتضلها تضغط على الولد، دروس 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 دروس، نجاح نجاح، دروس لك فلان، لك جارك كيف، لك فلان كيف، شاطر. ايه دائما نعمل مقارنة للولد مع غيره، بتخليه يعيش قلة ثقة بنفسه. صح. وبتنسى الام انه هي دورها تشجع ابنها، بصير كل همها انه يمكن التقليد، لانه منقلد بعضنا مثل قبل مرة حكينا هيك. صح. منقلد بعضنا انه ليش فلان بده يكون ولادي احسن، بصير كل همي روح اشتغل ليل نهار، وبنسى انه في دار يكون قاعد حد ابني اسمع له، افهمه، حس فيه، اعرف شو المشاكل اللي عم بعانيها نفسيا كانت او الاجتماعية. هي كتير مهمة، كل الامات اوقات بينسوا، يعني بضغط الحياة ما عم تخليهم يكون عندهم وقت لاولادهم. صحيح 100%. وهذه كثير صعبه. والأسوأ من هيك عم نفكر انه نحن اذا امننا لاولادنا كل شيء يعني عملنا دورنا. ايه بس يعني مش انه لعبنا معهم، مش انه قعدنا سمعنا لهم، مش انه اخذناهم على قد عمرهم، لانه مثل ما قلتي اول شيء حضرتك انه صحيح اوقات بنحمل الولد اكثر من طاقته، بدنا هالولاد الصغار دغري يصيروا كبار ويفهموا بذات المستوى اللي نحن بنفكر فيه، كانه هن عمرهم 20 او 30 او 40 سنه، وهن بيكونوا بعضهم على هالقد بيعرفوا وهالقد بيفهموا. ودور الاولاد اليوم مثل ما دور الاهل يعلمون، كمان الاولاد بيعلموا كثير اهلهم. صحيح. كثير دروس بنتعلمها منهم للاولاد بدون قصدهم، يمكن بجمله بيقولوها بكلمه بتحفر فينا، خلينا نفكر يمكن كل الوقت كيف ممكن نحسن اكثر او نظبط علاقتنا فيهم اكثر. صحيح. التعامل مع الاولاد منه هين. صحيح. كيف ممكن نتعامل معهم بطريقه عن جد نكون عم نرفعهم؟ اول شيء بدي اسمع لهم، بدي اقول مثل ما انت قلتي انه الولد مش مثلي، ما بيفهم قدي، ما استخف بذكائه، بس لانه الولد كتير ذكي وكتير بينتبه على اشياء تفاصيل نحن ما بننتبه لها. يعني بدي استوعبه، اعطيه شوية سمع، طول بالي عليه،
اعطيه طاقه، اكتشف له، ساعده يكتشف مواهبه، مش بس درس درس. يعني يكتشف شو هو بيحب، شو هو قادر يعطي منه، وخليه ينجح بهذا المجال. ساعتها بيقدر يعطيني طاقه بالدرس. بس لما انا كل السنه بدي اخليه درس درس درس، ممنوع تنجح، ممنوع سوري تتنفس يعني، او بدك تكون تجيب لي مويه ما بعرف ايه. بس ما هالقد ترى انا عم بنتبه انه ابني طاقته اقل ما انا بدي، عم بحبه مثل ما هو، عم بتحمله، عم ساعده اني احبه. انا مجرد ما خلي ابني يحبه انا مثل ما هو، هلا وحده بتعطيه افور انه يرتاح من مايله، ومن تاني ما بصير هو يعمل افور اكثر انه ينجح. وانا بخفف ستريس عن حالي، لانه الام بدها ابنها بيرفكت، بصير ستريس ستريس، هي عم تتحول على ابنها، وابنها عم يعمل ستريس زياده. شو بيعمل؟ رده فعل عكسيه. صحيح. يعني بدل ما يسعى ينجح بصير نجاي اوقات باهله يفشل. اليوم اذا بدنا نعمل مقارنه بين نحن كيف ننظر لاولادنا وبين بين السماء وكيف بينظر لنا، قد في فرق وقديش نحن بعاد؟ ما هذا هي بدي كنت اقول لك اياها من الاول، بس قلت انا احسن ما يضل يقولوا لي ما بتحكي غير بالله. فاتت شباب اجتماعيات. انه لو انا دائما بنتبه انه اتذكر انه بي السماوي الله قد ايه بيحبني وقد ايه صبور علي وقد ايه عم يتحملني وقد ايه عم يشوف اغلاطي ويحبني مثل ما انا، قد ايه بيطلع فيي باندهاش، قد ايه بيشجعني بحبه لإلي، باخذ مثلي منه انه انا كمان هولادي. انا بدي اكون صوره عن البي السماوي لاولادي، بدي اعرف حبهم، بدي اندهش فيهم بكل اغلاطهم، بدي وعيهم بحب بصبر بطولة بال. مش ذنبهم اذا في ضغط مادي او اجتماعي لنا نحن الكبار. نحن دورنا نحن نحضنهم تيقدروا يكونوا اولاد ناجحين بالمجتمع، عندهم سلام تنكفي مجتمع سليم. يعني انا بدي اكون صوره عن هالبي السماوي بصبري بحبي لهم المجاني لاولادي، بدي احبهم بدون ما يعطوني مقابل وبدون قصاص. ما هي لما تحبيهم مجانا بصير يعطوكي اكثر. ولما ما تقولي لهم اذا ما عملت ها الله بقصصك، واذا ما عملت ها انا بزعل منك، ساعتها عم تعلمي الحب المشروط، ما عم تعلمي ان انت بتحبيه مثل ما هو لابنك. صح. الشغلة الوحيدة اللي بتنجح ابنك انك تطلعي فيه بحب، تشجعيه، انت تقولي له واو ايشك حلو اليوم، واو شو عملت شيء افور، بصير يعمل افور اكثر غير ما تعيطي له وبتزيد ثقته بحاله اكثر. ايه واهم شيء يعني اليوم عندنا مشكلة بمجتمعنا، ابني انا الاول. ايه وابنك الاول. صحيح. وابنه الاول، يعني كانه ما في تاني بهالصف، كلهم الاول. مش بس بالصف، بالحياه، بالمجتمع، بالمراكز، بالمسؤوليات. يعني ما حدا يعني ما حدا بيتقبل او بيعرف انه انا اذا كنت التاني مش غلط، او اذا كنت الثالث او الرابع. ما هي بترجع كمان للاهل، هن بدو يعودوا اولادهم انه انت ناجح وخيرك ناجح، انت حلو وغيرك في اجمل منك وفي اوطى منك، بدي احب الكل مثل ما هن. بدنا نبني مجتمع مش اناني او في كبرياء، لانه هيك بينمى الولد انه انا وبس، بصير يدعوس على اخواته الثانيين بدون ما يحس. وهذه كتله الانانيه اللي عم نعاني منها هلا بالمجتمع. صح. لانه نحن فكرنا انه انا عم بعطي ثقه لابني بذاته انه قال له انت وبس. لا، مش انت وبس، انت شاطر وناجح وعندك مؤهلات، بس خيك وغيرك كمان مثلك، بدنا نحبه وبدنا نمسك ايدين بعض وما نبعد على غيرك، نقول خيك حتى، لانه اوقات في اخوه اثنين وما ما بيتقبلوا بعضهم انه حدا ناجح وانت ناجح، يعني كانه على طول بيعملوا منافسه. صح، في منافسه، منافسه شريره. منا بالناقة. صح، منافسه هدامه اذا بدك. صح. عم تهدم هالمجتمع. يعني المجتمع لازم نرجع نبنيه من بيتنا، ما فينا نقول بس الحق عبره. قلت انه المجتمع عم يرجع نبنيه من بيتنا. قادرين اذا هالبيت ما كان مزبوط متماسك، هالعلاقات ما كانوا عن جد مزبوطين بين الاهل والولاد، بين الاهل بين بعضهم، بين هالولاد بين بعضهم، قادرين نرجع نغيرهم للاحسن ولا خلص؟ لا اكيد قادرين نرجع نغيرهم. طول ما الانسان عايش بالحياه، طول ما في نهار بحياتك، طول ما انت عندك فرصه تتغيري. ربنا قلت لك صبور علينا كثير، بيصبر علينا لاخر دقيقه من حياتنا، عندنا مجال نتغير لما نحن نعرف ذاتنا، نعرف ضعفنا، نتصالح مع ذاتنا، نفهم قدراتنا، نفهم كل واحد دوره كيف بالعائله، ويحب الاخر مثل ما هو ويعطيه مجاله وحقه ووقته، ساعتها بتتغير. بدها نتفت صبر وواحد يطول باله.
هي اخطر شيء على الانسان يقول انه خلص ما بقى في مجال يتغير، اللي صار صار وكبرنا هيك لا، لو صار عمري 100 سنه قادر اتغير على القليل، قادر اقشع حالي على حقيقتها وصلحها شوي، جملها او رتبها، رتب شخصيتي، رتب طريقتي. بتعرفي اليوم قريت كود الصبح عم بقول انه الاشخاص اللي كنت اعرفهم من زمان هلا اذا شافوني ما رح يعرفوني، لانه قد ما الانسان بيشتغل على حاله صحيح قادر يطور حاله، يمكن ما يكون بذات الكاركتر، بذات الخصله، بذات الطبع، بذات يعني النفسيه، لانه اليوم الانسان كل ما يشتغل على حاله كل ما يتطور. يمكن في ناس كنت تعرفين قبل بيقولوا انه لا تغيرت، مش هيدي هي، قد ما الانسان بيشتغل على حاله قد ما الانسان بيطور. صحيح. اليوم بمجتمعنا ملهيين بالتقليد وملهيين ماريا راحت انا لازم اروح، مثل ما حكينا قبل، قد ايه هالشيء بينعكس على الاولاد كثير. ما هي بتخلي الولد اول شيء ضايع الهويه، ما بقى يعرف حاله شو بده ومين هو وشو لازم يعمل، بصير كل همه يثبت ذاته بطريقه غلط، وبيثبت ذاته بطريقه فيها شر كبير. كرمال هيك بتلاقي صار جفت هالمحبه بالعالم من وراء انه شايف اهله كل واحد باله بحاله، الام بالها بحالها، باصحابها، بظهريتها، بمجيتها، اخر همها اولادها واخر همها جوزها، والرجال يئس من مرته، يمكن صار بيطلع عغير بسهوله، بصير يطلع عغير مره. يعني اوقات نحن ندافع كمان انه خلي جوزي يظهر لبرات البيت وبينسى اولاده. وهالولد شو بيعمل؟ بصير مثل ام وبيه، بصير كمان باله انه يظهر ويشوف حاله ويهتم بحاله، بيقلد الام والبي، بصير مجتمع فارد بكله، وكلنا عم نقلد بعضنا عشان بدون ما نفهم. ما لازم نرجع نبني الاساس، الاساس انه انا اكون انسان صالح بمجتمعي، انسان ناجح ونجح غيري، ما فيني اوصل لوحدي، بدنا نمسك قدام بعضنا تنوصل. قد ايه في ناس اليوم بمجتمعنا قراب منا ما بينبسطوا لنا وما بيشجعونا انه نكفي لقدام؟ في اكيد في يعني بالعائله، بال اصحاب الشغل، يمكن بالمجتمع اللي احنا فيه، بالجيران. يعني اليوم وقت تلاقي عائله متماسكه او عائله عم تشتغل على حالها تطور حالها، بصيروا بيستغربوها، بصيروا انه لك هو كيف عم يعملوا مثلا، او بياثروا الاحد كانه ديمودي، صرنا غير من احنا جايين من غير كوكب بسمونا، لانه دائما تيبرروا حالهم واغلاطهم بيقوصوا عليك، بدلوا على البقوه، بدلوا على الصح، بصير صاير الصح غلط والغلط صح. ما هذا للاسف، فهون دورنا نحن اللي متمسكين وماشيين صح وعم نقرر نكون نبني صح، نحن نضل نحكي ما نسكت. يعني هذا دورنا، نحن نكون صوت صارخ في البريه، مثل ما يوحنا المعمدان، نحن لازم نكون صوت صارخ انه يا جماعه وعوا رجعوا، نرجع لتقاليدنا الشرقيه. نحن بلد شرقي كتير حلو، في تقاليده، في عاطفته، في عائلته، في ولني بطل في هالتماسك، صرنا كلنا بالنا، صرنا على الفيسبوك بنعزل وعلى الفيسبوك بنقول الله يعيشه، حتى الحوار بيناتنا على السلولات ما بقى في انك تعملي افور. ما هذا لما انا اتعب جهدي واجي لعندك، ما ها في كسر من انانيتي تروح لعندك، هذا فعل حب، هذا عم بفقده شوي شوي من وراء انه يلا خلص بحكيها سلولان ما اجلدتها او بعزيها بالسلولان مثل ما قلتي. بس ما يسوع قالنا افرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزانة، يعني كيف بدي شاركك؟ هالمشاركة الاجتماعية كتير مهمة بمجتمعنا، ممنوع نفقدها لانه نحن عم نقلد الغرب. شو اللي ناقص بمجتمعنا اليوم تيرجع يصير متماسك؟ بده صرخة، صرخة وعي وعو، صرخة تحذير انه عم تفقدوا شيء كتير حلو ومميز عنا، ما حدا عنده اياه، هالكرم، الاخلاق اللبناني مشهور فيه، هالمحبة اللي نحن مشهورين فيها، هالخدمة. بعد في محبة مزبوطة ولا صارت مبطنة بغيرة، مبطنة بدعوات منا صادقة، مبطنة صار في تمثيل، صار في تمثيل يمكن كتير وقنعت، بس بضل في ناس منيحة بعدها، الدنيا ما خليت صح يعني، بس لازم نوعا يعني لازم هالقليل يرجعوا يكونوا مثل لغيرهم، انه نرجع لا هاي اجمل، انتوا عم تفتشوا على السعاده والفرح برا، بس ما انتوا عائلتكم هي اساس فرحكم وسعادتكم. نعرف نتماسك بهالعائله. اول شيء الولد ليش بدنا نضلنا ضاغطين عليه انه دروس دروس دروس، لما تجي الصيفيه بصير
ما مخل... مش فاضيين واخده مطرح غير على البحر لانه انا بدي اروح على البحر. فكرت شي مره خليه يروح يعمل اكتيفيتي هو بحبها، هو شو بده، هو بحبها، نمي له الرسم، نمي له الموسيقى، نمي له جيم، شو ما كان طاقاته يطلعها يفشكله. ولا مره فكر فيه يمكن قلال الامات اللي بتكرس وقت لها لابنها لتعرف شو بده، ما هي بتساعده انه ينفس كل تعبه كل السنه تيبلش سنته الجديده بطاقه اكبر بحب اكثر انه يشتغل وينجح. من هون بنبلش نبني مجتمع سليم وما بنضل ضاغطينه مثل ما قلتي بالكومباريزون، يعني على طول عم نقول له فلان عمل كذا، عم نقارنه بحدا تاني. الولد بده حريه يقدر يعطي مثل الكبير أكيد. يعني حتى الكبير بده يتنفس، بده شويه هواء، بده شويه بده رواق تيقدر يعرف ينتج، تيقدر يركز أكيد. بشغله، تيقدر يعرف يصور، يمكن يعرف يرسم، صحيح. يعرف يحكي. قد ايه اليوم الحريه غاليه عند الولد، وكل ما نكون عم نزربه او عم نقاصصه او عم نقسره نكون عم جد عم نحطم له شخصيته. ما ها ها برجع لك، ليش الله بس بيحترمنا حريتنا؟ أيها أساس عند الله وشي مقدس عند الله لأننا ما بيدق فيها هي حرية الإنسان. يعني قداشي مهمة حرية هالإنسان تيعت تكون إنسان صالح للمجتمع. من هالمنطلق أنا بدي أفكر إنه أنا كأم أو كبي أو كمسؤول إذا بدي أعطي حرية للآخر أكيد بتضمن نظام الحرية، مش معناتها أنا بدي إياه. الحرية هي مسؤولية، صح. هي انه اعرف ذاتي، انه اعرف استخدمها للصح لبنيان المجتمع. اذا انا بدي احترم حريه ابني بس بنفس الوقت كون انا عم ساعده يكتشف شو الاساسات بحياته، صحيح. هون ساعتها بتنبنى مجتمع منيح، لانه هون الولد بيطلع عنده ثقه بذاته، بيطلع قوي، ما بعود ضعيف، ما بعود الاشياء اللي بالحياه اللي عم يتاثر فيها تضغط عليه، لانه عارف حاله انه هو انسان حر، يعني انسان مسؤول، مش انسان هيك حيلا عم بعمل اللي براسي. صح 100%. اذا بدنا نعطي مثال عن العيال المقدسه اليوم فيه بمجتمعنا يعني صارت العائلة المقدسه هي عائله يسوع ومريم ويوسف، يعني صح. لو نحن كلنا بنتمثل فيها إدا يوسف حب يسوع ومريم، إدا كان غرامه فيهم، إدا إنه يسعى دائما يفرح لهم قلبهم، وإدا مريم كانت تحترمه وتحبه وتطيعه، وإدا يسوع هالإله اللي كان مثل للطفل المطيع المحب اللي عم يعرف وجباته، ساعتها كل واحد فينا بيقلدهم بنعمل عائلة مقدسة، وهذا دورنا كلنا نعمل عائلة مقدسة بالعالم مش بس بلبنان. هذا دورنا كمجتمع، هاي حقيقتنا، بس نحن ضيعناها بالتقليد الآخر بأنه أنا شو بدي، ما أنا عم بتعب وأنا عم بعدة. يعني ما بعرف الدافع عيال مقدسة بصراحة. بدي أقول لك كونك مسؤولة عن جماعة مريم، يعني بتلاقي كابلز، بتلاقي عيال، بتلاقيهم بترافقيهم، بتشوفي إيه؟ انه في ناس بعد في خميره صالحه بمجتمعنا؟ في خميره، الحمد لله الحمد لله. لكن قديش في فساد مقابله، في شباب عم بتصلي، في شباب عم ترجع للكنيسه. نحن بدوره التنشئه اللي عم نعملها حتى للي عم يتاهلوا للزواج عم نرجع نوعيهم على قيمه الزواج، شو اهميته وكيف لازم نتجوز، مش بس طهرات وسهرات وشام هوا. الزواج هو مسؤوليه، هو حب، هو مشاركه، هو تضحيه. عم نضلنا نرافق العيال كيف لازم يتصالحوا مع بعضهم، كيف لازم يفهموا اولادهم واولادهم يفهموا عليهم. يعني فلا الحمد لله فيه بعد وهيدي يعني. وهيدي اهم الوزنات اللي اعطانا اياها ربنا هي العائله، كيف نقدر نحافظ عليها بظل كل هالتحديات اللي عم نعيشها بمجتمعنا، صحيح. ان كان الخارجيه اللي هي مش نحن عم نتحكم فيها مثل وضع البلد واشياء تانية، صحيح. وان كان الداخليه اللي نحن مسؤولين ومؤتمنين عليها يلي هي الوزنه العائله المهم كتير انه نحافظ عليها ونكون عن جد عم نثقلها شوي شوي حتى تكون عائله صالحه ومثاليه قدام يسوع. وان شاء الله بهالايام اللي جايه وبهالحلقات اللي عم نعملها نكون هيك عم نعمل فرق صغير بحياتنا الروحيه، تا نكون عم نضوي على اشياء نحن بحاجه نسمعها ونعيشها مش بس نسمعها.
هي اهم شيء بس الاهل او الام الذات تعرف انه مش ضروري ضل فيها التوتر لانه بدي اعمل له القرطاسيه وبدي اعمل له الكتب بدي اعمل هلا عشان عم اوصل مدرسه يعني ايه وضغط مادي الولد ما ذنبه انه المجتمع صار هالقد في غلا وفي هذا بس انا فيني اعمل عقد مستوي بقدر اعلم والابني يقبل بالوضع اللي هو فيه مش ضروري اعمل فوق طاقتي طب ما انا اتوتر وكهرب كل وتر كل العائله هذه اهم شيء يعني والله بيدبر نتكل عليه اخي اسمه اكيد هو بيدبر المهم انتم عن جد نخلي على طول عيوننا على السما لفوق وهو بيدبر كل شيء وكل شيء بالحياه له حل مهم يكون عندنا الايمان هذا الإيمان المفقود أنه نؤمن أنه الله يقود حياتي إذا أنا طلبته يكون هو رب البيت صحيح لما يكون هو رب البيت بصير في بركة بالبيت اللي نحن فاقدينا صحيح صحيح وإن شاء الله هيك بهالأيام اللي جاية اللي هي صعبة بمجتمعنا عم نعيشها أكثر وأكثر بزيادة تفكك العائلات بزيادة حالة الطلاق يكون ربنا عن جد عم ببارك هالعيال ويكونوا الشخصين اللي هن الزوج والزوجة واعيين إنه مسؤوليتهم صح إنه نحن ما عم نتزوج تنطلق بعد كم سنة نحن عم نتزوج تنبني عائلة بكل التحديات والصعوبات يلي رح تواجهنا شكرا لقيتك عطول ناخد زوادة حلوة من حلقاتك وهيك تغنينا فيهم كلمة أخيرة للمشاهدين بدي بس يرجعوا عن جد يحطوا الله ببيتهم لما بنرجع نحط الله ببيتنا كل شيء بيتصلح المستحيل بيصير حقيقة فينا نعملها نوع عحيننا نتصالح مع ذاتنا نتصالح مع أولادنا وما نخاف ما نخاف من بكرة لأنه بكرة ربنا هو ربنا ندبره صحيح شكرا لك ماريا اهلا وسهلا فيك هيدي كانت حلقتنا لليوم حكينا فيها عن الاولاد وعن دور الاهل بالمجتمع ان شاء الله بالاسابيع اللي جاي بكون عندنا حلقات بمواضيع مختلفه اذا الله راد شكرا لكل اللي تابعونا لليوم ميرسي ليارا زكريا بيوتي سبوت صالون شرب الشلاله ومحلات هارس برو الى اللقاء